السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي المشاهدين، وأهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج أرض السواد عبر قناة الأيام الفضائية. الحلقة الأولى بعد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة بقيادة السيد السوداني، حكومة راحت بسلبياتها وبإيجابياتها، إن وجدت إيجابيات قد تكون سنتين اللي راحت من أسوأ السنين اللي مرت على قطاع الزراعة بالعراق، وأيضا بموضوعة الحصص المائية. حكومة الآن الحالية بقيادة السيد السوداني تواجه تحديات كبيرة جدا وعراقيل كبيرة جدا، وخاصة بموضوعة المياه والدعم الحكومي للفلاح العراقي. كيف اليوم تعيد ثقة الفلاح العراقي بالحكومة بعد ما فقدت السنوات الماضية؟ هل عندها خطط استراتيجية بموضوعة الزراعة الشتوية؟ موضوعة أزمة المياه، كيف اليوم ترشيد استهلاك المياه في السنوات القادمة؟ كل هذا راح نناقش اليوم المنهاج الوزاري لحكومة السيد السوداني بموضوعة الزراعة والموارد المائية، ولكن خلونا نشاهد هذا التقرير وراجع. رجعنا وياكم احبتي المشاهدين ومكملين حلقتنا لهذا اليوم من برنامج ارض السواد. طبعا ضيفنا بالاستوديو السيد تحسين الموسى والخبير المائي والزراعي. اهلا وسهلا بك استاذ. حياك الله استاذ. ربي يخليك. شكرا جزيلا. الله يحفظك. الله يخليك. وايضا عبر السكايب من محافظه ميسان العزيزه الاستاذ جمعه الدراجي الخبير المائي. اهلا بك استاذ جمعه. اهلا وسهلا بك. لكن ظفر الصوت ما واضح. الآن الصوت واضح؟ لا الصوت ما واضح. نعم الأخوة بالكنترول ضبط الصوت ويكون جاهز 100% على مود نرجع مع الأستاذ جمعة الدراجي. أستاذ تحسين الموسوي، حكومة تشكلت بعد تقريبا أكثر من سنة من موعد الانتخابات المبكرة، وزارتين مهمة كوزارة الموارد المائية ووزارة الزراعة كانت دائما عندها معوقات كبيرة، هي عدم توفير التخصيصات المالية وعدم إقرار الموازنة الاتحادية، تحديات تواجه العراق إن كان بالزراعة وبالحصص المائية وهي مرتبطة مع بعض. رأيك باختيارات السيد السوداني لوزارة الزراعة ولوزارة الموارد المائية؟ بالبداية أشكرك على إتاحة الفرصة، تحياتي للضيف الأستاذ جمعة، إن شاء الله يكون جاهز معانا. بحقيقة يعني تعرف بعد الانسداد المكلف اللي أرمى على العراق بعد ثقل الأمن الغذائي وتغيير المناخ والجفاف والمشاكل الانسداد السياسي اللي بعد يعني مخاض عسير انولدت هذه الحكومة. الحقيقة الحديث اليوم وهي رسالة دائما نوجه من هذا المنبر الكريم وهو واجب علينا، أقول على الكل أن يتعاون مع هذه الحكومة حتى المختلفين معها، يجب أن يكون لدينا حس وطني، وخاصة أن الظروف القادمة ظروف صعبة جدا بما آلت إليه التغييرات والتغييرات المناخية والأزمة العالمية وكذلك تمدد الأزمة الروسية الأوكرانية، يعني الوضع الملتهب بصورة عامة وسنوات الجفاف والتنبؤ بأن أيضا نحن مقبلين على سنوات جفاف أخرى. لذلك علينا ككل أن نقف ونكون متصارحين في أن الوضع قد تأخر وأن هناك عمل كثير لدى هذه الوزارتين المهمة. إذا سألتني على الاختيار فأنا أعتقد أنه حسب خبرتنا كان الأستاذ عون ذياب هو رجل أعتقد هو مدرسة لوزارة الموارد المائية، هو خرج كثير من الوزراء. نعم. إذن لا نستطيع أن نضع كونه هو يعتبر الأستاذ والأخ الكبير. نعم. لكن الأستاذ عون ما يواجه الآن ملف معقد وصعب جدا يحتاج لدعم
حكومي ودعم مباشر من دولة رئيس وزراء، واعتقد باختيار الاستاذ عون اكيد راح يكون داعم له، وهو يعرف حجم الخطرة والأزمة العالمية القادمة. يعني يتعلق بال شو تحتاج انه يحتاج وزير الموارد المائية الاستاذ عون ذياب والوزارة، ايش تحتاج؟ الوزارة تحتاج الكثير، تحتاج موازنة، تحتاج بنى تحتية، تحتاج السيطرة على التجاوزات، تحتاج مفاوضات خارجية، تحتاج منظومات متطورة، تحتاج ليس على عاتق الوزارة فقط، أيضا تحتاج أن يكون أذن لدى المواطن أيضا، حس نحتاج إلى رسالة إرشادية توعوية مهمة جدا بجانب قطاع المياه. هذه جدا مهمة، وخاصة وأنه العالم تغير، ونكون واقعيين، وإحنا تحدثنا عن أن هناك خلل كبير في استخداماتنا للمياه، وكذلك أيضا خلل كبير في حتى طريقة التفاوض عن طريق المياه. إذا أمام تحدي كبير، تحدي عالمي، تحدي داخلي أيضا. تعرف اليوم النسبة هاي العالية من السكان للاعتداش على جانب الزراعة، الآن نقدر نقول المناطق الديمية مفقودة للموسم الثالث على التوالي، انعدمت الزراعة، وهذا دليل انعكس على حجم البطاقة التموينية بمادة القمح. الآن واجهنا بعدما انخفضت المساحات المروية إلى أن وصلنا إلى 20%، واليوم لا نحقق هذا الرقم. غدا سيكون بداية شهر 11 بإذن الله، ولحد الآن الرية الأولى لم تتحقق في مناطق أسفل بغداد، في مناطق قريبة. والحديث تعلم الآن الهجرة في تزايد من الأهوار، نسبة ارتفاع نسبة الملوحة، ارتفاع التصحر، نفوق الحيوانات، الثروة السمكية الآن تحتضر. مشروع الدواجن أيضا أصاب إصابة كبيرة، يعني خاصة تسهيل العاملين، أيضا ارتباطه بالمياه، خاصة بعد ما فقدنا الإنتاج النباتي اللي يدخل بالعلف الحيواني وغلاء أسعار العلاف، مما أدى إلى خسائر كبيرة في هذا القطاع. أنا أعتقد والحديث كنا وأعتقد هي نبوءة الأستاذ ظفر عن رئيس الوزراء القادم قبل أكثر من شهور من هذا المنبر، أنه الأستاذ محمد الشاعر السوداني، وربما هي كانت أمنية كونه أيضا من القطاع الزراعي. وأنا أتذكر الكلام، قلت هل يحتاج العراق إلى رئيس وزراء قادم يكون القطاع الزراعي؟ وصار وأنا وأيدك في هذا الكلام، ورئيس جمهورية موارد مائية، يعني شو تريدون بعد؟ صح، احنا نتكلم صح، يحتاجون دعم، يحتاجون وقفة، يحتاج مساندة من البرلمان. الحكومات المحلية يجب أن تأخذ مسؤولياتها، لا فقط تقوم برمي الأعباء والثقل على الحكومة المركزية، لهم مسؤولية مركبة، الكل عليه أن يتحمل ويعلم أنه القادم صعب ومعقد، خاصة بعدما مر هذا القطاع بانتكاسات كبيرة. نعم، خلي أنتقل إلى الأستاذ جمعة الدراج عبر السكايب من محافظة ميسان. اهلا بك مره اخرى استاذ جمعه. اهلا بك استاذ بطل، ربي يخليك. استاذ جمعه، السؤال الاول، رايك اليوم باختيارات السيد السوداني خاصه بموضوع وزير الزراعه ووزير الموارد المائيه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام على مستمعيك الكرام وعلى ضيفك السيد تحسين الموسوي. السلام، شكرا جزيلا لكم على هذا الاتصال. بالنسبة إلى سؤالك، حقيقة اليوم التشكيلة الحكومية أعتقد أنها تشكيلة ذهبية بالنسبة للموارد المائية والزراعة، لا سيما وأن رئاسة الجمهورية إلى وزير موارد مائية سابق، والسيد رئيس الوزراء هو مهندس زراعي وعامل في قطاع الزراعة، والسيد عون ذياب واحد من الشخصيات المهمة في وزارة الموارد المائية. نعم. وحقيقة يحمل الكثير من هموم الوزارة، وهو مطلع على الكثير من أسرارها، وهو كان عضو فاعل في العديد من المفاوضات مع دول الجوار، وكان مشرف على العديد من المشاريع، وعامل في كل القطاعات. يعني انا على ما اظن هو كان قبل ان يحال الى التقاعد ويكون مستشارا برئاسه لوزاره الموارد المائيه، كان رئيس المركز الوطني للمياه. نعم. وهذه المراكز التي تبوأها السيد عون ذياب تمكنه من ان كان انه صانع قرار، الان هو متخذ قرار فعلا، وهو فاهم قضيه المياه والحاجه للعراق الملحه ومواطن الخلل ومواطن الضعف ومواطن القوة،
كلها هو الرجل فاهمها، ونعم الخير في هذه التشكيله الحكوميه ان تاخذ خطوات عاجله ومهمه، لان الوضع المائي وضع جدا متازم خاصه في جنوب العراق، واليوم الاوار في وضع محرج جدا، والزراعه لحد الان هذا شهر تشرين الثاني ولم تحدث مثل ما تفضل السيد تحسين الموسوي، لم تكن هناك ريه اولى، وما زال القطاع الزراعي يراوح في مكانه رغم ان له توقيتات محدده للزراعه. فعلا. نعم. نعم استاذ جمعه، يعني اكيد مكملين حلقتنا مع حضرتك. طبعا قبل ما يصوت على الحكومه، اي حكومه اليوم لازم تقدم منهاجها العمل، منهاج العمل من اول منهاج الوزاره، اكو بعض النقاط عندها حقيقه فقره كامله على موضوعة الزراعه والموارد المائيه، خلينا نشوف هاي النقاط اللي تخص موضوعة الزراعه والموارد المائيه في المنهاج الوزاري، نشوف هذا الفيديو راجع. رجعنا وياكم احبتي المشاهدين، مكملين حلقتنا لهذا اليوم. استاذ تحسين، يعني خلي ابدا بنقطه نقطه، اليوم مثل وضع خطط مستعجله لدعم المزارعين لانجاح الخطه الزراعيه الشتويه وخاصه الحنطه. يعني مو تعهد اليوم ممكن مو مكانه، هل يستطيع اليوم هل تستطيع حكومه السوداني بهذا الوقت الضيق اليوم انقاذ الزراعه الشتويه؟ قطاع الزراعة رغم ما تحدثنا عنه، لكن هو ممكن يختلف عن باقي القطاعات، ممكن أنه يشهد نمو سريع خاصة إذا طبقنا فعلا هذه المشاريع، ممكن أن نعلن اكتفاء ذاتي في مسألة وقت معين، يعني من نتحدث إذا توفرت هذه الإمكانيات حقيقة. وأنا أقول بظل هذه الوفرة المالية وانتعاش المنتوج المحلي، من الممكن يعني ركزنا أنه الاتجاه على الري المغلق، إذا ذهبنا على الري المغلق حلينا كثير من المشاكل. اولا شنو يقصد بالري المغلق؟ الري المغلق بالانابيب يصير عمليه التبخير، نبتعد عن المشاريع المفتوحه، وذاكر بالخصوص الوسط والجنوب. نعم، هو هذا جدا مهم. اول شيء حافظنا على مساله انه الضائعات بالمياه، تعرف اليوم مساله المياه مساله جدا مهمه. الجانب الثاني ايضا هذه من الصعب التجاوز عليها الانابيب المغلقه، وجانب اخر ايضا استخدامها ممكن بالتقنيات الحديثه، لانه اليوم هذه احنا اليوم حقيقه لدينا اسراف كثير في استخدامات المياه. يعني اذا اتبعنا هذه الوسائل ستكون لدينا وفره في مساله المياه، وسيكون لدينا انتاج عالي اضافه الى الحفاظ على الارض من عمليه الري الجائر ايضا. نعم. حتى نعم. يسبب لنا عمليه تصحر وارتفاع، وبنفس الوقت ايضا الاستفاده من مخزون المياه الجوفيه، والسيطرة أيضا على حماية المياه من الملوثات، لأن تعرف اليوم مسألة الري المكشوف أصبح عرضة للتلوثات، لرمي النفايات، للإنقاذ، لغيره. هذا جانب جدا مهم أيضا، وهذا الجانب أيضا اللي يتعكزون عليه دول الجوار، أنه العراق يستخدم وسائل ويهدر بالمياه. لكن أيضا موضوع جدا مهم كنا أيضا نتحدث عنه، واللي العراق يجب أن يذهب إليه، هي مسألة تحلية المياه والاستفادة من مياه البحر. ايضا
طريقة نقلها عن طريق الري. عموما سيد تحسين، يعني التأكيد قرأت المنهاج الوزاري يخص بهذا الموضوع، رأيك به هل هو فقط إنشاء لتمرير الحكومة، لو تحس إنه أكو عمل عليه، أكو يعني فكرة اليوم رأس الوزراء؟ غفر، يعني هذا يجب أن يكون المنهاج هكذا. أولا نتحدث عن أمن غذائي، هذا يجب أن توفر الحكومة. إذا عجزت عن توفير الأمن الغذائي، يعني أبسط مثال، عندنا جائحة كورونا قبل الحرب الأوكرانية الروسية، عندما غلقت الكرة الأرضية، تعرف يعني مسألة أنه لو ما يكون العراق معلن اكتفاء ذاتي كان الأمر جدا يكون صعب. الجانب الثاني أيضا، اليوم نتيجة اضطراب زيادة بالسكان، العالم يشهد مجاعة صح. وحتى عملية المياه سنويا العالم يحتاج بهذا الاضطراب السكاني إلى من 90 إلى 100 مليار متر مكعب زيادة، والعرض أيضا قليل، الطلب ده يزيد فعلا. هذا الجانب اللي تبعث فيه الحكومة تركيزها على قطاع الزراعة واتجاب الزراعة إلى مردودين. لا تنسى أيضا اليوم مسألة الحفاظ، أنا تفسيري أنه السيد السوداني يحاول الحفاظ على الأيادي المنتجة العاملة، كون هناك هجرة بدأت تكون كبيرة، فلذلك سوف يذهب بهذا الاتجاه بقوة وهو يستطيع، لكن يحتاج أيضا إلى طرق معبدة. أنا أعتقد يجب رفع العراقيل، لأن المهمة، مهمة السيد السوداني بهذا القطاع مهمة مصيرية بالنسبة للشعب العراقي خاصة. والآن لاحظ بنفس الوقت الشارع الفلاح اليوم شارع محتقن ومتعب، فقد مصدر المعيشة، تكلم عن 50-60% يعتاشون على نسبة ثقته بالحكومة. ماكو بعد طبعا السنوات الماضية، السنوات الماضية حقيقة كانت سنوات، يعني الوضع العراقي شهد أزمة صعبة جدا، وصلت إلى عامل فقدان الثقة تماما. وهذا أيضا كان هناك ضعف خاصة تعرف دور منظمات المجتمع المدني اللي ما أخذ دورها، ما أخذت دورها، يمكن هذا مو موضوعنا، لكن هي المفروض تكون عامل التقارب بين الحكومة والمواطن من حيث نقل المشاكل إلى حلها، هذا واجب أيضا تتحمل المنظمات المجتمع المدني. صارت أداة لزيادة المشاكل، بالعكس صارت أداة، ولربما في بعض الأحيان أصبحت هي المشكلة تسبب. نعم. طبعا ننتقل الآن للأستاذ جمعة الدراجي، محافظة ميسان يعني من المحافظات المتضررة بموضوع المياه وقلة اليوم الحصص المائية اللي قاعد توصلها، وما شاء الله اليوم رئيس الوزراء من محافظة ميسان، وميسان تستاهل هذا المنصب. هل متفائلين اليوم بهذه التشكيلة؟ متفائلين بالسيد السوداني؟ هل قرأت اليوم المنهاج الوزاري اللي يخص الموارد المائية والزراعة؟ رأيك به؟ حقيقة يعني هو الموضوع اليوم، شخصية السيد السوداني لا تعني ميسان، وإحنا نعرف حقيقة هذا الرجل هو اليوم يعنيه العراق ككل. نعم. ونتأمل منه أن يأخذ قطاع المياه وقطاع الزراعة حيز كبير ضمن منهاجه الوزاري. ويعني رغم أن التشكيلة الوزارية تحكمت بها أحزاب السلطة، نعم، لكن مع ذلك نتمنى أن يصل إلى مستوى الطموح، لا سيما وان اليوم القطاع الزراعي تاخر الى درجات كبيره. وبالنسبه الى محافظه ميسان، تعتبر كما هو معلوم لدى المشاهد بانها من محافظات الغنائم، وتحتاج الى كميات كبيره من المياه سواء للزراعه او لانعاش الاهوار. واليوم الموقف المائي في محافظه ميسان للاهوار جدا بائس وضعيف، ولم تصل اطلاقات ماء محدده الى الاهوار. واما بالنسبه لوزاره الموارد المائيه الان جاي تضع ضغوطات كبيره على المدارة. نعم. واود ان اوصل رساله تفضل. من خلال برنامجكم الان، البرنامج او نظام الرشن للزراعه يعني يعني ارجو ان يتجاوز العاملين في وزاره الموارد المائيه ان يتجاوزوا ثقافه التعالي على المزارع، لانهم وضعوا خطه كل ثلاثه ليال كل ليله، نعم، 10 ساعات أو 9 ساعات منقطعه. لو كانت هذه الساعات
متواصلة لاحترموا جهد الفلاح واحترموا مصرفه ويعني خسائره ووضعيته. هو بالنتيجة هو راح هذا القرار شو وقت تتخذه؟ 27 ساعة ماي بالأسبوع. هذا القرار شو وقت تتخذه أستاذ جمعة؟ إذا كانت متقطعة لم تصل إلى الحقل تتسرب وتتبخر ولم يستفاد من عدها بنفس الوقت، هي ماخذة الكمية الكافية من الخزينة الماي، فهذا هدر للمياه وهدر للجهد المزارع وهدر لاستنزاف لطاقته واستنزاف يعني الى درجه مثل ما تفضل السيد تحسين الموسوي. الان الوضع الزراعي او الفلاحين في وضع احتقان، ربما يعني هم يكفلون نسبه عاليه وراح يعني كان هناك تغيير ديموغرافي بالمناطق وراح الان هجره في محافظه نيسان، الاهوار الان نفوق كبير اعداد كبيره من الحيوانات. نعم. ليس الحيوانات المائيه اللي اسماك وغيرها والطيور، وانما الجاموس والماشيه وغيرها. فالوضع المائي الان يتطلب حلول عاجله ومهمه. نعم نعم استاذ جمعه. من التشكيله الاداريه الجديده لا سيما وان رئاسه الجمهوريه بيد وزير سابق للموارد المائيه ورئاسة الوزراء بيد شخصية زراعية معروفة وعنده اهتمام بالزراعة، هو خريج هندسة زراعية. نعم. والسيد عون دياب شخصية معروفة بالوسط المائي، وهؤلاء هم رجال زراعيين وموارد مائية. الآن يجب أن يتخذوا الحلول العاجلة لا سيما وإن الموسم الزراعي على إلى توقيتات. نعم نعم استاذ جمعه. نعم مكملين ويا حضرتك. طبعا احبه المشاهدين، احد الحلقات السابقه كنا في محافظه واسط في قضاء العزيزيه. حقيقه الفلاحين ايضا يستنجدون اليوم بالجهات المختصه لوضع حلول اليوم لاراضيهم الزراعيه، يوم بعد يوم قاعد تتقلص. خلينا نشاهد هذا الفيديو وراجعين. محافظة كربلاء. نعم. وبالتحديد قرية زيد بن علي، هاي معامل مالتنا، هم سنوية عندكم علاقة بيها؟ نعم علاقات قديمة، فهم يسوون البذور واحنا نروح نشتري من عندهم. اشتريتوا هسه؟ اشترينا. خومة غالية طبعا، الطن مالت البصل يكلف مليون دينار. قبل ايش قد كان الطن؟ وقبل 400 500 300 ايش، وقام صار ارتفاع هسه مليون. مليون ليش هو صار المليون؟ لان يعني شحت المياه عندهم، الناس قليل قامت تزرع، فهل ارتفع؟ يعني الارتفاع مالته هو سبب اهم المي. هو مثل ما قلنا شيء مرتبط شيء مرتبط شيء، اكو مياه اكو زراعه مثل ما اقول كثيره. ماكو مياه راح تشح الزراعه تتقلص الاراضي راح من يرتفع السعر مالت الاراضي. على الخطه الزراعيه الشتويه هالسنه؟ ولحد الان ما معلنين. لا هي اعلنوا قالوا بس مليون ونص مليون دونم، قليله مو؟ دونم طبعا قليله على مساحه العراق، يعني ما راح تسد الحاجه للاسف لا المحليه ولا الشخصيه مالت يعني حتى محافظه واسط مثل ما نعرف سله العراق الغذائيه خاصه بالحنطه. نعم. يعني الفلاحين راح يتاثرون بهاي الحاله؟ طبعا راح يتاثرون، راح يصيح تكثر البطاله مالت الفلاحين، لان كلها عندها وليد وماكو تعيين وكلهم ما شاء الله ومثل قبل هم صار ولد الفلاحين صاروا من افضل المستويات العلميه، صايرين يطلبون طلبات هوايه. اي طبعا حقهم. يعني هسه عندنا اغلبهم مخرجين وقعدوا زين، زراعه منها شحيحه بالنسبه بارتباطها بالمي شحيح المي، زين وين تودي هذا الولد؟ من هو تخرج يقول لك انا خلصت الدراسه، وين يروح؟ انت غير من خلص دراسه يروح الى منافذ اللي يروح بها تعيينات حسب تخصصه. حسب تخصصه ما يخالف، ماكو تخصص خليه معاي، بس هم وفر لي حتى اسد الحاجه مالت مثل ما اقول يتلهى بالزراعه بين ما الله يفرجها عليه يطلع تعيينه او يتعين بغير شغله.
رجعنا وياكم أحبة المشاهدين. أستاذ تحسين، اليوم الفلاح العراقي مو فقط يعاني موضوعة المياه، والله هذا اليوم ندري بيها أنه أزمة كبيرة وأزمة عالمية وأزمة نقدر خارجية وعدم تنظيم داخلي. أكو أزمة اليوم مثلا الفلاح لما يتكلم عن وزارة الزراعة العام تعطيهم يمكن 5 كيلوات على الدونة و 3 كيلوات على الدونة كيميائي الداب، فهنا نحكي على مصيبة عظمى يعني وكبرى. دائما الفلاح متعود على دعم دعم حكومي، على مود ينتج على مود يطل للحكومة، الحكومة توزع للشعب بهذه الطريقة. يعني هل تتوقع انه اكو تغيير بهذا الموسم خاصة موضوع الزراعة الاستراتيجية الحنطة؟ خش نقطة مهمة جدا وهي الانتباه لها، ونتمنى انه يكون اعادة تشريع لها. لاحظ مسألة القوانين الزراعية بالذات، ودائما لاحظ ازماتها تبدي من عملية القوانين اللي اصبحت أكل وشرب عليها الدهر، هذا جانب، إضافة إلى نقل الصلاحيات وسلب الإنتاج من الوزارة، الوزارة اللي اليوم أصبحت إرشادية بحثية خدمية، هذا يسلبها كثير من أدائها وعملها. فإحنا ما ممكن أيضا نجي ننتقد وزارة هي محددة، إذا من نريد نحاسب الوزارة لازم نحاسبها أيضا على، أتكلمت على جرعة سماد الداب، يمكن هسه النوبة إحنا جتنا مشكلة أكبر، عرفت قبل فترة انه خاصه المواد المصنعه صارت ازمه بخصوص المعرفنا همينا بعدين النتائج وانظرت. على كل حال الجرعه بالنسبه للداب وسماد عضوي جدا مهم للارض، جرعه جدا قليله، يعني ال5 كيلو هذه مو متسد حاجه. الدونم وخاصه اراضينا اجهدت كثيرا بسبب الارتفاع نسبه، يعني تحتاج بحدود بعض الاحيان 40-50 كيلو من عنصر الداب، ناهيك عن مادة السماد اليوريا اللي يحتاج النبات. فحقيقة هذا الدعم أيضا جدا ضعيف، لاحظ انخفضت الانتاجية، لاحظ أن اليوم فقدنا نسبة عالية. صحيح. من جانبين، جانب اليوم كل ما ترتفع الأرض درجة حرارة واحدة الفقدان يصل ل 20% من نسبة الانتاج. لاحظ ارتفاع عدد درجات الحرارة بنفس الوقت انخفاض، وأيضا المغذيات ضعيفة جدا، يعني اليوم أرضنا تفقد شيئا فشيء. هذه المسألة، مسألة الدعم نقدر نستغلها بجانبين. وكان المفروض، وتحدثني يمكن عنه بجانب ويا اللجنة الاقتصادية، أنه يجب مدخلات الاستيراد في سبيل أنه نخلق عملية موازنة وما نضرب المنتوج، وبنفس الوقت من نحمي المستهلك. نعم. ونحمي الانتاج. صحيح. هذه العملية اليوم المنتج شي يريد ما يخسر، أنا من أفتح عليه الحدود وأغرقه، واليوم مثل ما صار ويا أصحاب الدواجن وبدأوا يصرحون عاملينهم، إحنا المفروض نفرض تعرفة جمركية، والتعرفة الجمركية يجب أن تذهب. اليوم استوردت مواد زراعية، أصرف التعرفة الجمركية على الجانب الزراعي، مو أعظم بها إيرادات الدولة. اليوم استوردت مواد صناعية تذهب إلى الجانب الصناعي اللي يدخل بالصناعة. عدة نقطة بالمنهاج الوزاري يقول الالتزام بخطط حماية المنتجات الزراعية المحلية وتحسين أساليب التسويق التي تعزز عوائد الإنتاج. يعني اليوم هذا تعهد اليوم بالمنهاج الحكومي إنه يريد يحمي المنتج المحلي. نعم، يريد يحمي المنتج المحلي. قلت لك إحنا موجود عندنا الإمكانية، وأيضا لا تنسى يعني العراق بهكذا مواصفات يجب أن يكون مصدر، واليوم العراق أصبح بلد مستهلك فعلا لو كانت جدية، أو مستهلك بشراهة نعم. من الممكن لو كانت هناك فعلا جدية، وتعرف اليوم الحكومة تحتاج دعم من البرلمان، أو أكو تعاطف دولي. صح. اليوم العراق ممكن أن يستغل هذه الفرصة، العلاقات الخارجية أيضا طيبة نوعا مع الجيران، مو كل الجيران سعنا نقول، لكن الوضع حاليا علاقتنا كلها ويا الجيران كلها زينة. نعم، أكو تحسن بالملف، يعني بالملف الخارجي، تركيا إيران علاقة جيدة. لا، العلاقة جيدة بدأت ويا السعودية ويا الأردن. نعم. العراق ما مارس فترة علاقته جيدة ويا الجيران. هذا المفروض تستغل. لا تنسى العراق الآن أصبح لاعب دور رئيسي. نعم. أصلاً هذه من يستعيد معافاته، وأكو التعاطف من المجتمع الدولي، هذه نقطة مهم نستثمرها. لكن للأسف الصراعات الداخلية أثرت تأثير سلبي. لذلك بداية الحلقة قلت حتى الخصوم عليهم اليوم أن يقفوا مع حكومة السودان من أجل العراق، من أجل العراق يجب على الكل أن يقف مع حكومة السوداني. نعم. اليوم لا، أنا أعتقد نجاح السوداني نجاح لكل، حتى الخارج عملية سياسية
هم ينجحون إذا دعموا حكومة السودان. نعم طبعا عذرا أستاذ جمعة ممكن تأخرنا بالانتقال لحضرتك، عندي سؤال ملغم شوية يعني عادة سئله أستاذ جمعة. نعم رياض. عادة أسأل أسئلة ملغمة شوية يعني. نعم. يعني متخوفين اليوم إنه أكو بعض مدراء الدوائر بمختلف المحافظات مثلا إذا كانوا دوائر زراعة أو دوائر مياه إنه ممكن يعرقلون عمل الحكومة العراقية لأن هم منتمين لجهات سياسية أخرى، أكو هيجي فكرة؟ لا هو يعني إحنا هذه الفكرة حتى إذا إن وجدت نعم. او اكو هناك ناس يروجونها، احنا الوسط الفلاحي وسط بسيط، كل ما بالامر هو يريد سبل او ادوات لمواصله معيشته. صحيح. يريد العناصر الاساسيه اللي تامن له ممارسه العمل اليومي، العمل اليومي الزراعي، والعمل الزراعي كل الاسره تشترك به. فعلا. حتى الأطفال دون سن العمل هم يشتركون به، المرأة تشترك به، الرجل الكبير يشترك به، إن لم يكن يحمل المسحاء أو الآلة الزراعية فالاستشارة مالته موجودة. فالعمل الزراعي يتطلب أدواته المهمة، يتأمل من الدولة أن توفر له ماي. واليوم الإمكانية عند هذه الحكومة الجديدة إنسانية جيدة، علاقتها مع المحيط الإقليمي اللي تنبع منه المياه أيضا جيدة، ممكن يتوجه فخامة رئيس الجمهورية رئاسة الوزراء إلى دول الجوار إلى تركيا وإيران، وممكن أن يناقشوهم، ممكن أن يكون هناك ارتباط اقتصادي بالإضافة إلى العمل الدبلوماسي، أو إذا ما أمكن هذا الموضوع اللجوء إلى القانون الدولي. اليوم سد الجزرة قائم، إذا اكتمل راح ممكن يضرر العراق، وسد الجزرة لم يكن هناك إفطار من دولة تركيا إلى العراق، ولم يكن هناك موضوع دراسة جدوى، ولا استطاع العراق أن يقدر الضرر الناتج عن إنشاء هذا السد. هذا ممكن. نعم. الآن العراق يتحرك عليه وممكن أن يوقف، لكن أن من يكمل لم يكن لدى العراق فرصة قانونية بالاعتراض عليه، لأنه راح يكون أمام أمر الواقع. لكن اليوم المجتمع الفلاحي طالب الحكومة، نعم المجتمع الفلاحي والزراعي سامت هذه الحكومة، سامتها بكل الوسائل وهي مسؤولية الجميع، لكن مع ذلك حدد الدستور العراقي وفق المادة 114 فقرة ثالثة بأن الكوارث الطبيعية الدولة تساعد المتضررين. ألم تكن شحة المياه وهجرة السكان وفقدان معيشتهم من الكوارث الطبيعية؟ صحيح. نعم إذا كانت هناك كارثة طبيعية فعلى الدولة أن تساعد المزارعين، ومطالبهم بسيطة، توفير سبل العيش لهم. نعم. سيد طبعا سيد جمعة الدراجة، ايضا اريد اسالك سؤال مهم، وانت خبير بموضوعة الزراعة والمياه، وانت ايضا ايضا الله خبير انا باحث في مجال المياه والزراعة ولست خبير، حياك. نعم. الله. وانت ايضا مزارع، انت تزرع؟ نعم انا مزارع. نعم، تقييمك لاداء السيد السوداني عندما كان مدير عام زراعة ميسان بصراحة؟ والله نتأمل هذا الموضوع، نتأمل يعني ينطلق انطلاقة جديدة. كيف كان لما كان مدير زراعة ميسان؟ لمسنا من الحكومات السابقة تهميش الجانب الزراعي، ولا عدم الاهتمام بالأهوار، عدم الاهتمام بالجانب الزراعي، ارتفاع الأسعار، من ارتفاع صرف الدولار لم يكن هناك مراعاة للجوانب المستلزمات، بالعكس في ازدياد مضطرد المستلزمات الأسمدة. استاذ جمعة سمع السؤال، استاذ جمعة سمع سؤالي؟ انا ما سمعت اي سؤال. الان تسمعني بوضوح؟ نعم اسمع. كيف تقيم اداء السيد السوداني لما كان مدير زراعة ميسان وانت ابن محافظة ميسان؟ حقيقة يعني انا شهادتي به مجروحة،
لأن الرجل أول ما اشتغل بالزراعة كنت هو كان على الشعبة التي أنا أزرع بيها وكان يتمتع بحرص شديد إلى درجة أنه نفذ في المنطقة التي أنا أزرع بيها نفذ برنامج الذرة البيضاء ما شاء الله. فكان يقف هو يقف بالشميس ويشرف على الحرافة ويشرف على تسوية الأرض ويشرف على تسوية الأنواع وكان دقيق جدا في عمله. فحتى أنه كان يعني هذا الموضوع ما أقدر أتحدث فيه أكثر من اللازم نعم. لكن هو كمزارع كمهندس زراعي قيم جدا. كل كل التحية والشكر لك أستاذ جمعة الدراجة الخبير المائي من محافظة ميسان أو مثل ما يحب الباحث الزراعي والمائي من محافظة ميسان على كل هذه المعلومات. ويا رب شكرا شكرا جزيلا ربي يخليك ويا رب أمنياتك إن شاء الله تتحقق بأسرع وقت. شكرا جزيلا. طبعا أحبة المشاهدين من أكثر المحافظات اللي تعرضت إلى ظلم كبير بموضوعة الزراعة والمياه ويعني من المصيبة والمصيبة الكبرى أنه دائما تخرج أو صار لها سنة خرجت من الخطة الزراعية هي محافظة ديالى. خلونا نشاهد هذا الفيديو وراجعين. تقييمك للقطاع السمك بهاي الفترة بالنسبة للثروة السمكية حاليا بهاي السنتين بدأ الانخفاض عندنا انخفاض الانتاج وحتى التسويق بسبب عندنا عدة أسباب. شنو السبب الأول؟ ارتفاع الأعلاف صعود الدولار وارتفاع الأعلاف. طبعا العلف كان ب 600-650-700 هسه طبعا العلف بمليون مليون ومية مليون ومئتين. هذا من صعدة الأعلاف قلت الأرباح. هذا جانب. الجانب الثاني عندنا شحة المي. محافظة ديالى محافظة ديالى تعاني من شحة المي. المحافظة الوحيدة طلعت من الخطة الزراعية اللي ما بيها مي. ما بيها مي. زين هاي كلها أسباب تقلل الإنتاج التربية الثروة السمكية محافظة ديالى. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين ومكملين حلقتنا. أستاذ تحسين، اليوم محافظات كثيرة، يعني اليوم لما أتكلم على الضرر الأكبر محافظة ديالى، محافظة ميسان، محافظة ذيقار، محافظة واسط أيضا تضررت وإحنا واسط معتمدين عليها موضوع الزراعة استراتيجية. متى تتحول الزراعة العراقية إلى نظام ري حديث حقيقي يواكب اليوم أزمات المياه العالمية ويواكب اليوم الدول العالمية كلها اللي تزرع زراعة حديثة؟ يعني لاحظ أستاذ ظفر، ويمكن أنت عندك أكيد ويمكن تناولناه مرات، أنه العراق سبق المنطقة بعوام كثيرة فيما مضى بعملية السدود وحتى في عمليات الري الحديث. من المفارقات الكبيرة والعجيبة جدا أن أستاذ عون ذياب أول من أدخل السقي بالري الحديث إلى الزبير في البصرة. بالضبط يعني هذه المنظومة تكلم حتى يعني منظومة سبقنا المنطقة. والآن نتحدث عن دول حقيقة تقدمت كثير على العراق بهذا الجانب، ودول حتى ما تمتلك هاي المصادر من المياه. نعم. يعني حتى نتكلم عن دول الخليج، نتكلم عن عمان لازم قريب عليك حتى في زراعة. منو؟ على الأردن. الأردن. أي يعني يبيعون المي. يعني للأسف يعني هاي النعمة هاي الثروة العظيمة ما استخدمناها استخدام صحيح. الجانب الإمكانية متوفرة أستاذ. متوفرة. خلينا نقول ما متوفرة. الموت لازم. لا طبعا. إحنا لازم نسعى إنه نصلح هذا الملف. لازم نسعى انه نطور هذا الملف، لان احنا نتكلم عن المياه تكلمنا عن الحياه. اذا بغير كوكب المي متوفر تكون بحياه. صحيح. فاذا هذا الملف يجب ان يحل. يجب ان ياخذ اولويه، ما اخذ اولويه. ملف المياه حقيقه ما اخذ اولويه. استاذ جمعه
عن أزمة مياه، والمزارع قبل قليل الذي كانت أعتقد هو يزرع مخاضي من البيوت البلاستيكية، وفلاح متميز وهو على ضفاف دجلة، حامد الشمري على ضفاف دجلة وقريب من المصدر ويعاني معاني كيف ذنائب النهر، وهذا أكيد آثار سلبية بدأت بنفوق الجاموس، بانعدام الثروة السمكية اللي كانت اكتفاء ذاتي يقدم الأهوار بالعراق. اليوم نتكلم عن ديالة للموسم الثالث هو خارج الخطة. اليوم بتصريح إعلامي للسيد آن ذياب أنه أولوية وزارة الموارد المائية في الفترة الحالية هي محافظة البصرة، موضوعة اللسان الملحي، وأيضا موضوع التعاقد مع شركة لبناء السدة المتحركة، البوابة المتحركة. فيعني اهتمام جميل جدا. يجب أن نذهب إلى تحلية مياه البحر، لازم. وتكلم أيضا السيد أسعد العيداني أكثر مرة وأنا أؤيده في هذا الجانب. يجب أولا أول عملية أنه راح نسد عملية احتياج مياه الشرب، هذا جانب جدا مهم، لأن يوم نتكلم عن المواد المائية ومن نتكلم عن مياه الشرب ومن ثم البساتين ومن ثم زراعة استراتيجية. يعني العراق يمكن إحنا من اليوم نريد نقول نتكلم عن المنتوج الوطني الأول النفط، لكن هذه الجوانب يحتاج إلى إصلاحات. الأستاذ عون ذياب يعرف كل زين أن العراق حضر لديه خطط من عام 70 تصل إلى عام 2035، لكن ننتظر التطبيق. عنده خطط من 70 إلى 2035؟ نعم من 70، أتكلمنا عن الخطة صحيح. الروسية السوفيتية من 70 إلى 80، الحرب اللي دخلنا بها مغامرات وبعد حرب الخليج وبعد الحصار وبعد الحصار الإرهاب وما إرهابه، وإلى أن وصلنا إلى الخلافات، هذه كلها حقيقة جعلت هذا الملف يتأخر نصل ما وصلنا إليه. لكن اليوم الوضع اختلف أستاذ ظفر، اليوم نتكلم العراق هي اضطراب زيادة بالموارد البشرية، ربما سنصل إلى 5. هل تتوقع اليوم أنه نظرة صانع القرار السياسي العراقي أو صناع القرار السياسي دائما ينظرون نظرة أنه يعتبرون وزارة الموارد المائية ووزارة الزراعة وزارات غير مهمة، حتى في التشكيلات الوزارية ما يصنفوها لا أول ولا ثاني للأسف. فيجب أن تتغير هاي النظرة، يجب أن أنا تكلمت قلت يجب أن تكون أولوية وزارات سيادية مرتبطة بحياة المواطن، لا، ويجب أن تكون في أعلى هرم بالدولة، وهذا ما عملت به دول الجوار. يتكلم اليوم نتكلمت عن واسط تمتلك ثلثين العراق، 65% من استصلاح العراق في واسط أراضي جرداء أسفل بغداد، هي هاي الأراضي من واسط، هذه استصلاح 65% من استصلاح العراق في واسط. لاحظ هذه المساحة 7 مليون دونم ونص تقريبا. ناهيك اليوم نتكلم عن الأهوار بعد الإنجاز، بعدما أدخلت محمية دولية تراث عالمي، ليست هي فقط هي هجرة للطيور وموطن للأسماك وموطن التنوع الأحيائي والنفوس التي بعيدة عن مكرمة السلطة وعن للأيدي العاملة للإنتاج للسياحة طبعاً. كل هذه البرامج حتى لم نحفظ لها حصصها من القانون الدولي، حصص الأهوار والمسطحات المائية، النظم الأيكولوجية مشرعة محفوظة بالقانون الدولي، لحد الآن لا يوجد أي تحرك على هذا الجانب اللي نواه الأستاذ جمعة. هل تتوقع نجاح حكومة السيد السوداني بملف المياه وملف الزراعة؟ أتمنى. تتوقع شنو؟ أتمنى أكيد حكومة نتمنى. نعم. توقعاتك؟ توقعاتي سكنا نتمنى العراق يفوز على البرازيل 5-0. ستكون عملية صعبة عملية صعبة، لا ولا تتحمل حكومة السوداني وضع العراقيل. يجب أن الكل ينهض بالسيد السوداني، يجب الكل أن يدعم السيد السوداني، لأن الملف هذا يحتاج وقفة حقيقة جادة. بالمناسبة أي جانب ثاني، الكل هو في كل خسران بهذا الملف، فلذلك نجاح السوداني سيجعل نجاح للي بعده. كل التحية والشكر لك الأستاذ تحسين الموسى والخبير الزراعي والمائي على كل هذه المعلومات.
يا رب ان شاء الله هذه الامنيات تتحقق الى واقع جميل نتكلم به ونشيد به عبر برنامج ان شاء الله. وانا متفائل دائما بوجودك ان شاء الله قناتكم الكريمه. شكرا احبتي المشاهدين، الان تنتهي حلقتنا لهذا اليوم من برنامج ارض السواد. قبل الختام، ان برنامج ارض السواد كان ينتقد دائما اداء حكومه الكاظمي، وخلص راح يتوقف عن انتقال مثلا حكومه محمد الشياع السوداني، لا راح نستمر الخطا، راح نقول عليه خطا والصح راح نشيد به، ومستمر برنامج ارض السواد على نفس النهج، دعم الزراعه العراقيه ودعم الامن المائي ودعم الامن الغذائي. الى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم من برنامج ارض السواد، نلتقيكم بحلقات اخرى، الى اللقاء.